بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيوننا الممتع والامتع دائما باذن الله تلفزيون الحياه. النهارده هنعمل لكم اكلات جايه من شرق اسيا. هنعمل شوربه عدس هندي. انا كنت متخيل ان الاسبوع ده هيطلع برد زي الاسبوع اللي فات، فقلت نعمل لكم شوربه عدس، بس شوربه عدس فيها نكهات غير طبيعيه، فيها طعم حلو قوي. فهنعمل شوربه العدس الهندي وهنعمل فراخ برضو من الهند. تعالوا مع بعض نشوف. اول حاجه عندنا شوربه العدس الهندي. اول حاجه عندي نص كيلو من العدس مغسول ومنقوع في الميه. عندي بصلتين متقطعين مكعبات، وعندنا معلقه سمنه وثلاث فصوص ثوم وبطاطسايا متقطعه مكعبات، ومعلقه كمون ومعلقه كزبره ناعمه، ومعلقتين من الكاري الباودر، ومعلقتين من هريسه الشطه، وكمان رشه قرفه، رشه قرنفل، ومعلقتين جنزبيل اخضر، ولتر مرق او ميه. تاني مقادير بتاعه شوربه العدس، شايفين قد ايه؟ مش شوربه العدس العاديه بقى، في شوربه عدس بنحط فيها كرات، بنحط فيها جزر، وبنحط فيها برضو منكهات، وفي شوربه عدس بنحط فيها طماطم، وفي شوربه عدس بنعملها بدون اي اضافات، لكن دي فيها نكهات وفيها سبايسي يخليها تدي طاقه غير طبيعيه. اما تجوي بره التاني بقى بستعمله، او عايزين تشربوها النهارده مفيش مشكله. تعالوا مع بعض نقول مقاديرها تاني. عنده نص كيلو من العدس المغسول، العدس الاصفر المغسول والمنقوع، وعندي كمان بصلتين متقطعين مكعبات، ومعلقه سمنه، وثلاث فصوص ثوم، وبطاطسايه متقطعه مكعبات، وعندنا معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره، معلقتين كاري، معلقتين هريسه شطه اللي هي السبايسي، و رشة قرفة ورشة قرنفل، ومعلقتين جنزبيل أخضر، ولتر مرق أو مية زي ما انتوا عايزين بقى، يعني المرق والمية ده اختياري زي ما انتوا زي ما تحبوا. أول حاجة هناخدها هناخد معلقة السمنة نحطها، ونضيف عليها البصل، بس أول ما يسيح السمنة تسيح اهي، نحط البصل ونقلب. طب ليه سمنة مش زبدة ولا زيت؟ السمنة البلدي بالذات بتدي نكهة غير طبيعية جوه العدس ده. أقول تاني، السمنة البلدي بالذات بتدي نكهة غير طبيعية في العدس، يعني نكهة حلوة قوي جوه العدس. بناخد البصل، أنا مش عايز برضو حمره، وبعدين هناخد عليه الطماطم، البطاطس، هنصفي بس المية اللي فيها لان انا مقطعها فحطيتها في ميه عشان ما تسودش، ونضيف البطاطس. بعدين لسه هنصفي تاني العدس، لسه هنصفي العدس تاني عشان هنضيف كل الحاجات، بس بعد البطاطس ما تتشرب شويه مع السمنه ومع البصل، ياخدوا من بعض كده زي ما بنقول. وبعدين هناخد بقى الحاجات اللي هي فيها نسبة مرق يعني، أو فيها نسبة مية، الثوم والجنزبيل الفريش، لأن الدراي هيتحط آخر حاجة، الحاجات الناشفة هتتحط آخر حاجة. بقى أنا عندي هنا معلقة السمنة مع البطاطس مع البصل مع الثوم والجنزبيل لوحدهم، دول ريحتهم موضوع يعني، بدون ما نضيف أي منكهات تانية، دول ريحتهم حلوة قوي أهو. بعد كده هناخد، أنا بس عايز أسخن المرق ده، استغله على بال ما عشان ما ناخدش وقت كتير في تسويه العدس. هنحط المرق ونسيبه يسخن شويه عشان بس نستغل الوقت. وهنا زي ما هذكركم تاني، البصل مع البطاطس مع الجنزبيل والثوم انا بشربهم من بعض عشان ياخدوا نكهات جوه بعض كده زي ما بنقول. وهنا هناخد هريسه الشطه، وهناخد العدس، ونقلب مع بعضه شويه. يا ام جوزيف صباح الخير يا شوقي، اهلا بحضرتك، اهلا بيك. اهلا بيك، ربنا يخليك يا رب وتسلم ايديك. ربنا يخليك يا ام جوزيف، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب، ربنا يديك الله الصحة، يبارك في عمرك. الله يخليك يا رب. اتفضلي يا فندم. بقول لك ايه يا شوقي، اتفضلي. ربنا يخليك، انا العدس والرز اللي بيتعمل كشري انا ما بيطلعوش في ايدي مظبوطين ابدا. ليه بس؟ ليه ما بعرفش اعملهم نهائي بامانه، ما اعرفش اعملهم خالص. طب انا هقول لك على طريقتين للعدس الكشري الاصفر ده. حاضر،
واحنا ده انا عملته من كذا سنه بس نعمله لكم قريب والله لان حلو قوي. حاضر عمل عشان اعمله زيك بالظبط. طب خلينا لما نخش في الصيام بقى. خلاص حاضر ان شاء الله. حاضر من عينيا بشكرك على اتصالك وان شاء الله هقول لك ازاي يتعمل وان شاء الله في ايام الصيام بقى نعمل لكم عدس قصدي كشري بعدس اصفر. الطريقه الاولانيه ان انا بجيب بصلايه افرمها اشوحها في شويه زيت او سمنه زي ما تحبوا واول ما بتدبل معايا بنزل عليها بالعدس الاصفر والرز. في ناس بتحط الرز ضعف كميه العدس وفي ناس بتحط العدس قد كميه الرز ما فيش مشكله زي ما انتوا عايزين بس ما نكترش العدس عن كميه الرز. يعني مثلا احنا ينفع نحط كوبايه عدس وكوبايتين رز؟ اه ينفع. ينفع نحط كوبايتين عدس وكوبايتين رز؟ ينفع. لكن ينفع نحط كوبايه رز وكوبايتين عدس؟ لا ما ينفعش. هنحط بقى العدس والرز وهنحط عليه الملح بتاعه ونقوم مديله الميه بتاعتنا او المرقه ونسيبه يستوي فيه. بس على قد ما حطينا عدس ورز هنحط ميه. ليه؟ مش هنزود ميه لان هيبقى طري. لو زودنا ميه عن كده هيبقى طري. زي ما بنحط مثلا كوبايه عدس او كوبايه رز قصادها ميه بنحط كوبايه برضو عدس ورز قصادها ميه. يعني انا حاطط 3 كوبايات هنا احط 3 كوبايات ميه بحيث ان ما يتراش معانا العدس او الكشري. شايفين بقى الخليط ده؟ انا اتعمدت اسيبه ليه؟ انا عايز كل النكهات الموجوده اللي انا حطيتها يبقى جواها. هنا رشه القرفه ورشه القرنفل. هنحط بالمعلقه بقى هوريكم حاجه بس عشان خاطر حبايبنا هنا كرمة شويه يعني سعد واحمد كرمة ازيد من اللزوم. لو انا حطيت القرفه دي الرشه ما فيش مشكله لكن القرنفل لو حطيت الكميه دي هيغير الطعم خالص. فاحنا بناخد رشه صغيره من القرنفل. تاني القرنفل بالذات الناعم لو انا حطيته سليم ممكن احط 5 وحدات 5 من القرنفل ده لكن لو حطيته ناعم لازم احط شويه بشعره المعلقه. القرنفل بالذات نفاذ لدرجه ان هيطغى على الاكله كلها. وانا عندي ليمونايه هي تلاقيتها ليمونايه جافه في وسط الحاجات هنحطها ما فيهاش مشكله لكن هي مش في المقادير بس دي اضافه من عندي هتدي برضو طعم ونكهه. ونرجع بقى نضيف الكزبره ونضيف الكمون الكاري قصدي ونضيف الكمون. كل ده نقلبه مع بعضه. بقى عندي شويه عدس ليهم ريحه ونكهه لازم انتوا اللي تجربوها مش انا اللي اقول لكم عليها. يعني لازم تعملوها وتجربوها. بعد ما حطينا كل الحاجات دي مع بعضها هنحط المرقه بتاعتنا ونغطي على العدس ونسيبه يستوي. لو عايزين بعد ما يستوي معانا تضربوه بالهاند بلندر هيبقى سميك شويه لكن يستحسن ان احنا نضربه في الخلاط عشان يبقى ناعم خالص وسوفت يعني يبقى ما فيهوش اي قطع ظاهره. لكن احنا لو عايزين تضربوه برضو بالهاند بلندر ما فيش مشكله. خلاص انا خلصت اهو. في بقى حاجه ممكن نضيفها على شوربه العدس الهندي دي ولكن مش هقول لكم عليها غير بعد الفاصل. ليه؟ عشان تفضلوا قاعدين قدامنا عشان تستنونا لما نرجع بعد الفاصل هنقول ايه اللي هنضيفه. حاجه بسيطه قوي على شوربه العدس وهي بتتقدم ولكن بعد فاصل سريع انتظرونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا كل اللي عملناه ان احنا حطينا شوربه العدس عشان تستوي معانا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ دلوقتي اول ما هتخش في السوى هناخدها نضربها في الخلاط وبعد كده نفضيها جوه الاطباق بتاعتنا. بعد ما هنقدمها في الاطباق هنضيف لها معلقه من اللبن الرايب على الوش بدل الكريمه. معلقه من رابر الرايب ده اللي انا كنت بقول لكم هنعمله بعد ما نرجع. تعالوا بقى نشوف الفراخ بتاعتنا. يخني الدجاج بالحمص وهي اكله هنديه. يخني الدجاج بالحمص اكله هنديه. تعالوا نشوف مقاديرها. انا عندي فرخه متقطعه 8 قطع دجاجه متقطعه 8 قطع ومعلقتين زيت ومعلقه كركم ومعلقه كاري وبصلتين متقطعين شرايح وقرن فلفل حامي وكمان عندي فصين توم ومعلقتين جنزبيل وربع كيلو من الحمص الحمص الطبيخ. حمص طبيخ مش مطبوخ. حمص طبيخ مسلوق. حمص طبيخ منقوع وثلاث ارباع كيلو من الطماطم اللي قشرناها وفرمناها وربع لتر لبن رايب وكوبايه من العدس الاصفر برضو المنقوع واخيرا
شويه من البصل الاخضر او اوراق البصل الاخضر عشان نعمل بيهم ديكور. تعالوا معانا تاني نقول المقادير بالظبط عشان تكتبوه. اول حاجه دجاجه موجوده قدامنا متوسطه، معلقتين زيت ومعلقه كركم ومعلقه كاري، وعندي كمان بصلتين متقطعين شرايح، وعندنا ثمره من الفلفل الحامي، وعندي كمان فصين ثوم، معلقتين جنزبيل، ربع كيلو حمص منقوع في الميه بقاله 6 ساعات، وكمان كوبايه من العدس الاصفر منقوعه في الميه، وعندي الحمص ده اسمه حمص طبيخ، اسمه حمص طبيخ. 3/4 كيلو طماطم متقشره ومفرومه، وربع لتر من اللبن الرايب، وبصل اخضر شرايح علشان خاطر نعمل بيه ديكوريشن. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه. احنا كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هشيل شوربه العدس دلوقتي علشان نفرمها ونقدمها. شايفين؟ هنعرف ازاي ان هي استوت اما ناخد قطعه من البطاطس كده ندوس عليها تلاقيها اتفرمت في ايدينا، نعرف ان هي استوت. هنرفع العدس ناخد شويه نفرمهم وبعد كده نكمل مع بعض. هنا طاسه عندي هناخد معلقتين الزيت او معلقه الزيت اللي انا هكبنها، وناخد الفراخ بتاعتي. وانا الفراخ بقى ايه حدلها النكهات الناشفه الحاجات الدراي، انا اخد الزعتر. هنا هنجيب بوله وناخد الفرخه اللي انا قطعتها 8 قطع، هي طبعا الوصفه ما فيهاش زعتر بس انا عامه بحب الزعتر في معظم الاكلات، فانا رشيت على وشها شويه زعتر كده اهو. بعدين هنحط الكاري والكركم ونقلبهم مع بعض مع الفراخ. يبقى انا حطيت اول حاجه هنا الكاري والكركم، ده التتبيل، وشويه ملح وشويه من الفلفل، ونقلب تاني. تاني انا هفكركم انا عملت ايه، حطيت الكاري والكركم وشويه ملح وشويه فلفل فقط على الفراخ. الزيت عندي سخن، الزيت عندي سخن. هنرفع الفراخ نحطها ناحيه الجلد كده، ناحيه الجلد عشان تاخد ايه صدمه ولون وكمان شكل، شكل كده رسته حلو قوي اهو. انا عايزكم بس تركزوا في الاكله دي، حلوه قوي هتعجبكم جدا، جديده واول مره بنعملها. تعرفين الواحد بيدوخ علشان يجيب لكم الوصفات الجديده دي، بس يلا معلش كلكم يعني الواحد بيبقى سعيد وهو معاكم. حبايبي طبعا. هنا حطينا الفراخ اهو، هناخد معانا تليفون، معانا الحاج عسكر. يا حاج عسكر الو الو، تقريبا الخط فيه حاجه، حاول تكلمنا تاني يا حاج عسكر، واحنا طبعا هنكون سعداء. انا حطيت هنا الفراخ، مش هعمل حاجه خالص غير اما تاخد اللون بريحتها وشكلها اللي انتوا شايفينه ده. في نفس الوقت انا عامل رز ابيض، معلقه زيت ومعلقه زبده وشويه رز بسمتي، وحطينا الميه شويه ملح، كلنا عارفين الطريقه، وسبته لما يستوي معايا. هنشيل الرز بعد ما شرب ميته كده، نحطه على نار هاديه، ونجيب كزرونه او حله تانية عشان هناخد فيها الفراخ دلوقتي واحده واحده. مين معانا يا ام احمد؟ الو، ازيك يا شيخ؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ايوه حضرتك، انا بخير والله طول ما انتم بخير، الله يخليك يا رب. انا اسال حضرتك سؤال بس. اتفضلي يا فندم. لما باجي اسيح الشوكولاته الخام بتبقى تخينه قوي لما باجي احط فيها الاكلير، احطها على وش الاكلير، فكنت عايزه اخففها شويه، اخففها بايه؟ بمعلقتين زيت، ما تخافيش. معلقتين زيت يعني لو حاطه مثلا ربع كيلو شوكولاته حطي معلقتين زيت عليها، ما تخافيش. وانت بتسيحيها على حمام ميه بس، رجاء هقول لكم بس معلومه بسيطه جدا لازم تعرفوها في الشوكولاته. الشوكولاته يعني ايام حرب الخليج كانت بتسيح من درجه حراره الجو، فالامريكان والاوروبيين كانوا باعتين العساكر بتوعهم هناك بقى، فكانوا بيخافوا عليهم عشان بيبعتوا لهم شوكولاته، قعدوا يخترعوا في شوكولاتات عشان ما تسيحش في درجه حراره الجو. فاحنا عاده بنيجي نعمل ايه، بنحط الميه بتاعتنا ونحط عليها البوله ونحط الشوكولاته
درجة حرارة الغليان اللي تحت أول ما بتوصل للغليان بتبقى 100 وشوية، فإحنا لازم نهدي النار عليها عشان البخار اللي ناتج عن الغليان هو اللي يسيح الشوكولاتة، مش تحطوها في مية لغاية المية ما تبقى مغرقة البولة اللي بنسيح فيها كده، بتوصل الشوكولاتة لدرجة حرارة أكتر من 100 مئوية، هتلاقوها بتتقل غصب عن يعني بتبوظ كمان، تلاقوها سيلت أو خرزت أو إلى آخره، لكن إحنا عايزين مية صغيرة، البخار اللي ناتج عن الغليان هو اللي بيسيح الشوكولاتة بس، فعشان كده هتلاقوا الشوكولاتة طالعة معانا كويسة قوي. أدي معلومة الشوكولاتة. تعالوا معانا ناخد معانا الحاج عسكر، رجع تاني، أهلا بحضرتك. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيك يا حاج عسكر. ربنا يخليك، أنت اللي منورنا، الله يكرمك. وليك على مصر كلها أيامها زي العسل. يا ربي يا ربي دايما يا رب. والنبي على شاب خطر هاجر ويوسف السيد نسيم عاوزين طريقة الشاورما فراخ. حاضر. من عناية. حاضر. حاجة تانية؟ الله يخليك عم يسري دايما خير يا رب. على راسي من عناية. حاضر. تحت امرك، بشكرك يا حاج عسكر. هناخد كده الفراخ ننقلها بالراحه كده في البوله دي. جميل يا مدام ايمان. طبعا الفل يا شيخ يوسف. يا اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ تسلم ايدك. الله يخليك يا مدام ايمان، ازاي الصحه ويا رب تكونوا بخير. الله يخليك. انا بس ببعت سلام لوالدتك عشان هي متابعاك. ربنا يخليها لنا. بتقول لي انا بتابعك وبتابع صوتك مع الشيخ يوسف، والله بصبح عليها والله ربنا يخليها. يا رب يبارك فيها ويدي لها الصحه يا رب. الله يخليك شيخ يوسف. الله يخليك يا رب. كده ممكن تعمل لي في خلال الاسبوع ده؟ هو انا مش هدي الدرع عشان انا كده عقبالك طلع عمره يوم السبت الجاي. الف مبروك. اولا بنسالك الدعاء بس، انت عايزه ايه؟ ما سمعتش السؤال. مقرمشات بالدرع، دي الدرع. حاضر من عناية. حاضر. الله يخليك يا شيخ يوسف. بس مش هنلحق الاسبوع ده لان احنا عملنا الاسبوع ده خلاص المنيو ده فاضل يوم بس في المنيو بكره. طب ايه بس افتكرني يا شيخ يوسف. حاضر من عناية. حاضر. تحت امرك. وبهدي الكل قصد كده ربنا كده يكتبها لهم. يا رب يا رب يخليك يا رب. بشكرك على اتصالك، واحنا طبعا سعداء ان احنا بنسمع صوت حضرتك. بشكرك يا مدام ايمان. شايفين البصل في نفس الطاسه اللي انا شوحت فيها الفراخ، دبلته خلاص، هضيف له الجنزبيل واضيف له الشطه او الفلفل الحامي، ونضيف له الثوم، وبعدين نصفي الحمص اهو، ونصفي كمان العدس معاه، عدس وحمص على الفراخ. جربوا بس، جربوا. ناخد كده نصفي ونضيف على مقدار بتاع البصل، وانا حاطط الفراخ هنا، نقلتها في كزرونه تانية علشان خاطر برضو تكمل سواها شويه وتاخد لون. واحنا هنا اهو شايفين المقادير بتاعتنا عامله ازاي. كل ده هنضيفه على الفراخ، كل ده هنضيفه على الفراخ. ولكن نعمل ايه بقى؟ هنروح كده نجيب الفراخ بتاعتنا، نقلبها على الناحيه الثانيه، نغير الاماكن بس عشان ما تلزقش معانا او تتحرق. شايفين لونها؟ هو ده اللي انا بتكلم عليه. وهنضيف كل المنكهات دي على الفراخ اهو كده، وبعدين هنضيف عليها الطماطم، ونضيف عليها كمان اللبن الرايب، ونقلب تقليبة، ونسيب كل ده بقى يتشرب مع بعضه ويستوي كده. ولكن بعد ما نغطيه ونحطه على نار هادية، أول ما يوصل لدرجة الغليان نحطه على نار هادية، يبقى احنا كده خلصنا زي ما قلنا الأكلة بتاعتنا، بس فيها نكهات وطعم محدش هيعرفه غير اللي هيجربه، يعني اللي هيعمل الأكلة دي هو اللي هيجرب الأكلة دي بالنكهات بتاعتنا. عشان كده بعد ما خلصنا كده اهو هنجيب الغطا ونغطي وننقلها على نار هادية، ونسيبها لغاية ما تتشرب معانا والفراخ تستوي، تستوي جوه النكهات اللي احنا حطيناها، البصل والجنزبيل واللبن الرايب وكمان العدس والحمص يتشربوا من جوه الحاجات دي. بعد الفاصل هنقدمها مع رز أبيض، وهنعمل لكم برضو أكلة حلوة قوي بطريقة برضو من شرق آسيا، ولكن الأبل فرايد اللي هو التفاح المقلي. بعد الفاصل. ورجعنا
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. وقبل الفاصل عملنا مع بعض اللي انتم شايفينه قدامكم، شوربه العدس بالقلوب اللي جواها دي وبصل اخضر، فضلوا معانا بالهنا والشفا. ممكن طبعا شويه عيش مقرمش بلدي، يا سلام عيش محمص، يعني تبقى كده احلى شوربه عدس. الفراخ بتاعتنا اللي فيها عدس وبصل وتوم وجنزبيل وفلفل حامي وكمان طماطم مبشوره وكاري وكركم، شايفين، وزيت، كل النكهات اهي حطيناها مع بعضها، بدات تستوي معانا وتشربت. هناخدها بس بعد ما نسيبها كمان شويه على النار. تعالوا بقى نشوف الفرايد. فانا الفرايد ابل اللي هو التفاح المقلي في العجينه، برضو اكله من شرق اسيا، اصل احنا سافرنا شرق اسيا الاسبوع ده فجبنا لكم الحاجات كلها من هناك. اول حاجه عندي 4 ثمرات تفاح او كيلو من التفاح، كيلو من التفاح الاحمر الاصفر الاخضر، يستحسن يكون الاخضر المزز عشان خاطر هياخد سكر وايس كريم، فالمعادله تتناسب يعني. انا طبعا خليت واحده كده عشان اقول لكم ان لازم بالمقوار ده، لو عندنا مقوارها تطلع بالشكل ده، شايفينها اهي، شايفين ده بعد ما قشرناها، ده بيشيل كل البذر ويطلعها شكلها مدور، شكلها حلو قوي. تعالوا معانا بقى نشوف الخليط اللي هنعمل فيه التفاح بتاعنا او نقلي فيه التفاح بتاعنا. هنجيب نص كوبايه سكر، نص كوبايه سكر، معلقه عصير ليمون، ومعلقه ميه ورد، ومعلقتين زبده سايحه، معلقتين من الزبده السايحه هنسيحها اهي، ومعلقتين زيت كمان، وكوبايه من الدقيق، وكوبايه لبن، وصفار بيضتين، 2 صفار بيض، ورشه فانيليا، وهنجملها بسكر باودر، وممكن نحط ايس كريم لو حابين. تاني المقادير علشان تكتبوها، لان العجينه دي لوحدها حكايه، ممكن تحمروا فيها حاجات كل انواع الفاكهه زي الموز زي التفاح، الحاجات اللي ممكن تقبل التحمير يعني. اول حاجه عندي زي ما قلنا نص كوبايه سكر اهي، عليها معلقه ميه ورد ومعلقه عصير ليمون، وبعدين هنقلب مع بعض بالمضرب، وننزل عليها مين معانا، هناخد بس معلقتين الزيت يا ام احمد. الو، اهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. النبي استاذن حضرتك بس شوربه قرع العسل من عينيا. حاضر، حاجه ثانيه؟ ربنا يخليك يا رب. حاضر، كل اكلاتك زي العسل. اشكرك، ده من ذوقك يا ام احمد، ربنا يخليك. حاضر، من عينيا. حاضر، بس يا منخول هنقول على الوصفه بتاعتنا دي عشان ما فيش حاجه تضيع مننا واحنا شغالين. حاولت انا حطيت نص كوبايه السكر، نص كوبايه السكر مع معلقه عصير الليمون، ومعلقه ميه الورد، ومعلقه الزيت، وادي معلقتين الزبده السايحه، وكمان حطينا صفار البيضتين، وبعد كده هنزل عليها بالدقيق، كوبايه الدقيق، ونقلب كل ده مع بعضه. تاني هقول احنا عملنا ايه. هنا اهو حطينا صفار البيضتين مع السكر مع ميه الورد وعصير الليمون والزيت والزبده والدقيق، قلبنا كله مع بعض اهو، بقى كله خليط واحد. هنزود عليه بقى اللبن شويه بشويه. ليه؟ لغايه ما احس انا محتاج قد ايه من اللبن، لان انا لو حطيت كميه اللبن كلها هتلاقوا الخليط ده بقى زي الكريب سايل، انا مش عايزه سايل، انا عايز اغطس فيه التفاح بتاعي او الفاكهه اللي انا بحمرها، واحمره يطلع معايا شكله حلو قوي وطعمه حلو جدا، وهو واخد النكهات دي كلها. ممكن يتاكل بعد ما يتحمر بدون اضافه سكر باودر وبدون اضافه اي حاجه تانية، لانه هو جواه سكر وجواه المنكهات. مين معانا يا مدام نسرين؟ ايوه، مساء الخير. اهلا بحضرتك، مساء الخير يا فندم. ازيك يا شيف يوسف؟ الله يخليك، انا بخير والله طول ما بسمع صوتك. عامل ايه؟ بخير الحمد لله رب العالمين. معلش ليا سؤال يا شيف يوسف. اتفضلي يا فندم. الكوسه بتاعت امبارح شيف يسري، كنت عايز اعرف بس انت فتحتها من الجنب ازاي؟ حاضر، لو عندنا كوسايه دلوقتي هقول لك. حاضر، حاجه ثانيه؟ سير حضرتك خالص. طب حاضر، هقول لك انا فتحتها ازاي. مفيش كوسايه عندنا عشان نوريهم بس، وهات لي كده ومعلقه النوازيت. شايفين الخليط بتاعنا اهو، ده اللي انا محتاجه، ولذلك انا خليت شويه من اللبن، فضل مني معلقتين من الكميه اللي انا عاملها او اقل حاجه بسيطه.
هنيجي هنا زي ما قلت لكم، انا ما رضيتش اكمل تقطيع التفاحه، خليت واحده سليمه علشان خاطر نقطع. هناخد هنا اهو، نشيل اول حرف ده، وبعد كده ناخد 1 سنتي، 1 سنتي اهو، 1 سنتي اهو، ونيجي هنا ناخد 1 سنتي. بقى عندي كده اربع قطع في 1 سنتي. هنحط التفاح كله في البوله بتاعتنا، وبعد كده هنروح على القلايه، يكون زيت نظيف عشان نحمر فيه الفرايد بتاعنا اهو. عندي كوسايه الحمد لله، كل حاجه موجوده عشان تعرفوا ان انتوا بس وشكوا حلو عليا. هنيجي هنا نرفع وناخد الخليط بتاعنا، نغرق كده في الخليط. لازم يكون كل حته فيها العجينه، كل حته موجود فيها العجينه بتاعتنا قبل ما ندخلها جوه النار. نرفع وننزل بالراحه، وناخد واحده تانية، ونكرر العمليه لغايه ما نحمر كل كميه التفاح. بس لازم يطلع معانا لونه ذهبي، نطلعه على مناديل ورق ويطلع معانا لونه ذهبي، مش ما يتحمرش اكتر من لازم اهو. ناخد واحده تانية ونروح ننزلها جوه القلايه، وناخد واحده ثالثه وكده. بس لازم نغرقه طبعا في الخليط زي ما قلت، وبعد كده ناخد الوحدات دي ويطلع معانا اللون الذهبي. انا هنعمل 2 باتنين عشان حجم التفاح كبير، فمش هيطلع معايا الشكل اللي انا عايزه. بعد ما هنطلعه يا نحط عليه سكر باودر، يا نحط عليه كمان شويه من الايس كريم، او نديله كاكاو، نديله قرفه، اي منكهات انتوا عايزينها هيطلع معانا جميل جدا. وبعدين انا برضو هستنى على الفراخ بتاعتي دقايق، وبعدين هقول لكم انا عملت الكوسه ازاي. دي كوسايه اهو، بنيجي من الجنب ونفتحها كده اهو من الجنب، ونقطع كده، وبعدين ميه فيها ملح، ميه فيها ملح فقط، بغليها لمده 3-4 دقائق، بتبقى زي ما بنقول كده باللغه بتاعت المهنه لانشيه. بعد ما تطلع من الميه اللي بتغلي 3-4 دقائق، بحطها في ميه بتلج عشان تحافظ على لونها، وبعدين بجيب معلقه صغيره واشيل الحته اللي تحت اللي في النص اهو. لكن انا لو عندي معلقه النوازيت دي، المعلقه دي مفيش مشكله، هنشيلها سهله جدا هتطلع معانا. ما عنديش بقى، فبجيب معلقه صغيره واطلع بيها الحته اللي بالنص كده واحده واحده لغايه ما تطلع معايا. بس لازم تكون مستويه لمده 4-5 دقائق في الميه عشان تبقى طريه معايا. وكمان لما ادخلها بالحشوه اللي كانت لحمه معصجه وصوص الطماطم والحاجات دي، ما تاخدش وقت في التسويه كمان، وما تنزلش ميه، يعني مش هنحطها نيه جوه البايركس بتاعنا. عشان كده هنستاذنكم، هناخد فاصل سريع، بعد الفاصل هنشوف الفراخ ونقدمها مع الرز، وكمان هنقدم الفرايد ابل بعد الفاصل، ما حدش يروح في اي مكان. ورجعنا لحضراتكم بعد ما غربنا الفراخ، شايفين شكلها؟ معاها بقى الـ 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 الحاجات اللي زي ما بنقول البهاريز بتاعه الحمص، وكمان البصل والعدس، شايفين اللون؟ مع الكركم والكاري، بالهنا والشفا. شويه رز اهم بساط، ونقدم كده ونقول لكم اتفضلوا. هنا التفاح انا عملت واحده بالكاكاو وواحده بالسكر الباودر، وهنعمل كده زي ما بنقول واحده كمان بالسكر الباودر هنا اهو، وواحدتين كده، يعني زي ما انتم عايزين، واحده كمان هنا بالكاكاو، يبقى في 2 بالكاكاو و2 بالسكر 3 بالسكر الباودر. ده طبق. اما بقيت، لان طبعا ياسر حبيبنا بيحب السكر الباودر، فانا كترت له. هنا الطبق الثاني هناخده كده ونقدمه اهو حلقات، ونحط كمان معاه ده ايس كريم، واحده هنا، وده طبعا سخن، وهو سخن كده يتحط عليه الايس كريم هيسيح يتاكل بالهنا والشفا. تعالوا بقى نجاوب على الاسئله، ناخد واحده كمان، شكرا يا سعد، عشان يبقى ايه. ناخد بقى التليفونات وناخد الاسئله. طبعا كان جالنا تليفون عن المقرمشات، هنعمل ان شاء الله مقرمشات، ولكن مش هنلحق نعمل الاسبوع ده عشان خاطر هي مسافره العمره وعايزه تاخدها معاها مدام ايمان. اما بقى السؤال الثاني كان من الحاج عسكر عن شاورمه الفراخ،
هنجيب صدور فراخ او راك فراخ صيان، كوبايه زبادي، فصين ثوم، معلقه عصير ليمون، ومعلقه خل. بس هنجمع كل حاجتنا كده اهو، وقرن فلفل اخضر صغير او فلفل حامي لو بتحبه، وشويه بهارات. كل الخليط ده هنحطه مع شرايح الفراخ، وبعد كده هطلعها من الخليط ده طاسة سخنة جدا فيها نقطة زيت، وأقوم مشوحها لغاية ما تتشرب كل الخليط اللي كان معانا، تطلع معانا أحلى شاورمة فراخ. وإحنا بنقدمها هنحط بقى طبعا شوية مايونيز، شوية سلطة الطحينة، شوية فلفل متقطع أو شوية من أي حاجة أنتوا بتحبوها مع الشاورمة. كان جالنا سؤال عن شوربة القرع العسلي، في القرع بيتقال على الكوسة وبيتقال على القرع العسلي. احنا هنقول الاثنين. لو انا هعمل شوربه كوسه هجيب الكوسه الخضراء اغسلها كويس قوي، وبعد كده اقطعها شرايح او مكعبات، وبصلايه وفص ثوم ورشه بهارات صغيره واربع كوبايات مرق، ونحط معاها كمان بطاطسايه علشان خاطر تدينا شويه من السماكه. هنشوح في معلقه زبده كل الحاجات دي، وننزل عليها بكوب المرق بتاعنا لغايه ما تبدا الخليط بتاعنا يستوي. بعد ما يستوي معانا هنشيله نضربه في الخلاط ونصبه تاني، ولكن لو حابين تحطوا له كريمه مفيش مانع، لو حابين تخلي لونه اللي هو لون الفستقي حطوا له شويه كريمه مفيش مشكله. اما القرع العسلي هو بيختلف، لان احنا هنحط بصلايه متقطعه شرايح هنشوحها مع القرع العسلي، وجزرايا وعود كرات، وعود كرات وشويه زعتر ورشه قرفه صغيره، وهنشوح القرع العسلي لغايه ما يخش في التسويه، وننزل عليه بالمرق بتاعنا نسيبه لغايه ما يستوي، وبعد كده نضربه في الخلاط ونصفيه. يبقى عندي شوربه القرع العسلي. يا مدام هيام، السلام عليكم. عليكم السلام، الله يخليك يا رب. يا اجمل واحلى شيف شفته في دنيتي. ربنا يخليك ليا، الله يكرمك. ربنا يخليك والله يا شيف، ربنا يخليك. الله يخليك، اشكرك. كلام من القلب ده برنامج لام يا زميلتنا، الله يكرمك. وكمان كلام مدام هيام، ربنا يخليك، وكلام كمان مدام هيام، اهلا بيك. ربنا يخليك يا شيف ويخليك لاولادك. ربنا يخليك يا رب، الله يكرمك. الله يخليك يا شيف، سلم ايدك ويديك الصحه والعافيه. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه على كلامك الرائع ده، والله خجلتيني. والله يا شيف، والله واللي زرته يا شيف، انت اخ غالي. الله يعزك. وسلم ايدك ما شاء الله. بالحق يا شيف، البسكوت اللي حضرتك عملته تحفه تحفه تحفه. اللي هو كان بجوز الهند والشوكولاته. شيك شيك، وايه الجمال ده يا شيف. الله يخليك، ان شاء الله احتمال يعني شاء الله نعمل حاجه كده بكره ان شاء الله. ان شاء الله. سلم ايدك. ربنا يكرمك. الله يخليك. عايزه الشوكولاته الجناش اللي هي بتتحشى بيها مثلا صابليه، وال يعني عايزه شوكولاته ثقيله يا شيف. لا، في فرق بين الحشوه اللي هنحط فيها الصابليه لو هتعمليها وتسويها جوه الفرن، لكن لو عايزه تعملي جناش تعملي بروزيتات كده فوق الصابليه هقول لك عليه. حاضر. ايوه يا ريت يا شيف، بعد اذن حضرتك. من عينيا. حاضر. سهله قوي، سهله قوي، الله يخليك، بشكرك على اتصالك. احنا هنجيب كوبايه كريمه نحطها على النار تغلي، ونص كيلو من الشوكولاته بتاعه المطبخ متقطعه قطع صغيره، ونحط ده على ده. اول ما تغلي الكريمه اشيلها من على النار واحط عليها الشوكولاته، واقلب بمعلقه خشب لغايه ما تدوب الشوكولاته خالص، واصفيها واسيبها تبرد، يبقى عندي احلى جناش. بعد كده نحطه في الكيس ونقطعه، بس ما ندخلوش الثلاجه عشان ما يتجمدش، ونرجع واحنا بنحط في الكيس يبقى تقيل. لا، اول ما يبرد بره والجو دلوقتي كويس ناخدها نحطها في الكيس ونضغط، هتنزل معايا الروزيتات اللي بتحط فيه قطع السابليه الصغيره اللي هي بتتقدم زي البتيفور والحاجات الصغيره دي. احنا كده متهيألي خلصنا الاسئله. ياسر يا استاذ ابراهيم. صباح الفل يا احلى شيخ. الله يخليك. ازيك يا ابراهيم بيه؟ الله يكرمك. ازي حضرتك؟ انا سعيد بسمع صوتك، ربنا يخليك. منور الشاشه كلها يا فندم. يا رب يخليك، ده من ذوقك، ربنا يبارك فيك. الله يخليك. انا عايز تسجيله الكبده بالرده. حاضر على طول دلوقتي. الله يخليك. عينيا عينيا. حاجه ثانيه؟ بشكرك يا استاذ ابراهيم. وتتبيله الكبده بالرده، احنا بنشتري الكبده من عند الجزار بنخليه يقطعها لنا رفيعه رفيعه، يعني تقريبا نص سنتي بس، طبعا بعد ما يشيل الغلافه اللي حواليها اللي هي بتبقى شفافه دي. بعد كده يكون عندي فصين ثوم مطحونين، فصين ثوم مطحونين، شويه ملح فلفل بهارات كمون، ملح فلفل بهارات كمون، وعصير ليمونه عفوا. اتبل في الكبده واسيبها فيها بتاع دقيقتين ثلاثه، وبعد كده يكون عندي رده ناعمه، رده ناعمه مش خشنه،
احط اغطس الكبده في الرده من الناحيتين واضغط عليها كاني بعمل بالظبط البقسماط البانيه بتاعي، ويكون عندي الزيت سخن بحمر فيه الكبده، تاخد لها بالكثير من دقيقه لدقيقتين في التسويه، لان يعني الكبده ما تاخدش وقت في التسويه. بعد كده لو انا عايز اعمل الصلصه بتاعتها او زي ما بيقولوا سلطه الكبده اللي هي مع لسان العصفور، بحمر شويه لسان عصفور واخليهم على جنب. ولو انا عشان بس تبقوا عارفين، كل محلات الكبده بتاخد البواقي اللي بتنزل في التسويه يعملوا بها السلطه دي، لكن احنا هنعمل حاجه مختلفه انضف شويه. هنجيب الكبده نقطعها مكعبات صغيره خالص، وهنشوحها مع بصلايه مع فص ثوم شويه كمون وشويه بهارات لغايه ما تنشف معانا خالص الكبده، ويكون عندي صلصه طماطم، ويكون عندي شويه مرقه احط على لسان العصفور وصلصه الطماطم والمرقه وكل الحاجات دي. مش هحط بصل ولا ثوم تاني، لان الكبده فعلا اللي انا شوحتها دي كانت في بصل وثوم وحاجات منكهات، فمش محتاجه ان هي تاخد منكهات معانا. مين معانا؟ طيب انا عايز بس سريعا قبل ما ناخد التليفون اللي جاي اقول لكم شوربه العدس. شوربه العدس اللي احنا عملناها دي كانت شوربه عدس لازم تجربوه بجد، يعني سيبكم من ان هي فيها حاجات كتير لكن طعمها تحفه. شوربه العدس دي كانت عباره عن نص كيلو من العدس الاصفر المغسول ومنقوع، وبصلتين متقطعين مكعبات شوحتهم في معلقه سمنه، ونزلت عليهم بثلاث فصوص ثوم، وبطاطسايه برده متقطعه مكعبات، وبعدين حطيت عليهم معلقتين من هرس الشطه ومعلقتين جنزبيل. بعد ما كل ده كمرناه مع بعض شويه كده، حطيت عليه معلقه كزبره، معلقتين كاري، ورشه قرفه، ورشه قرنفل، رشه قرنفل كده بالايدين يعني بين الصوابع كده، سبتها تتشرب مع بعضها، ونزلت عليها لتر من المرق او الميه، وسبته لغايه ما استوى وضربته في الخلاط، وقدمناه بالشكل ده مع البصل. طبعا الفراخ عايزه شرح، ولكن لقيت محمد النقلي بيقول لي الوقت خلص. يعني انا كان نفسي اقول لكم على شرح الفراخ والتفاح، لكن نقول في حلقات تانية ان شاء الله. يا رب تكون اكلنا النهارده عجبكم، وقدمنا لكم حاجات ولو بسيطه ومعلومات جديده وحاجات تدي طاقه في الجو البرد اللي احنا فيه، ولكن يا رب نكون عند حسن ظنكم دايما، ونكون بنقدم لكم اللي انتم بتتعلموا منه. وزي ما بقول كل يوم يا رب نحب بعض. اشوفكم بكره على خير. السلام عليكم.